مرحبا اخواتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنا عنكم. معكم نظام قناة استراليوس، انا كثير مشتاقكم. انا اسف ضيعت عنكم شوي بسبب ظروف صارت معي. طمنا عنكم، كيف الرياضه؟ كله تمام؟ غذاء؟ نعم، اليوم بدنا نحكي عن غذاء. اسف. هنحكي اليوم عن غذاء كثير مهم، هو سمك السردين. سمك السردين يعتبر من السمك من الاسماك كثير المفضله كتير من الأشخاص وخاصة الرياضيين، بس في بعض الناس ما بتعرف هاي الفوائد اللي بيحتوي على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها من فوائد صحية كتير اللي بتخلي الشخص الرياضي أو العادي يصير على أكله عدة مرات كل أسبوع. وأنا واحد من الناس اللي استفدت منه كتير بفترة تنزيل وزني من 130 كيلو ل 85. خلينا نتعرف على أهم هاي الفوائد العظيمة سمك السردين. ولا تنسوا لي إذا عجبكم هذا الموضوع اللايك الإسرائيلي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. خلينا نحكي هلأ عن فوائد سمك السردين. بيساعد السردين على تقوية العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم يلي كمان بيحافظ على صحة الأسنان. ومن فوائد السمك السردين كمان بكافح القلق والاكتئاب لاحتواء على نسبة عالية من الأحماض الدهنية وهي الأوميجا 3. أما اللي حابين ينزل وزنهم فأنا بنصحهم أنه يضيفوا السردين وجبة من وجبات النظام الغذائي تبعهم، وخاصة بعد التمرين لأنه بيحد من الإفراط بتناول الطعام وبيساعدك بإنقاص وزنك الزائد من جسمك. ومثل ما بنعرف سمك السردين له فوائد وفيتامينات كتير، ومن أهم هاي الفوائد هي الأوميجا 3 اللي بتقلل من نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم، وهذا الشيء بيحافظ على صحة القلب. أما فيتامين كالسيوم وفيتامين دال كتير عنصرين مهمين اللي معهم مرض السكري، وهذا الشيء موجود بسمك السردين. وأكيد وقت يكون في كل هالفيتامينات هي مجتمعة بعنصر واحد رح يقوي جهاز المناعة بالجسم ويحد من الإصابة من أمراض المعدية. وبتلعب الدهون الموجودة بالسردين دور كبير بخلايا الجلد اللي بتعمل على تقليل الالتهاب والحفاظ على نضارة البشرة، وبيقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. مثل ما شفنا الفوائد العظيمة لهالوجبة هي وجبة رياضية بحت، بروتين عالي، أوميجا، فيتامينات، دال، كالسيوم. عن جد خطير. أنا برأيي ما نهملها، خاصة اللي بده ينزل وزنه. وغير هيك بروتينه مفيد لنا ولجسمنا بعد الرياضة. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الموضوع. على فكرة أنا بعد ما شفت الفيديو ما عاد في عندي قائمة نفسي، فحنزلكم. شوفكم، لا تنسوا اللايك الاسترالي واشتراك القناة وتفعيل زر الجرس. سلام.